اهلا وسهلا باعزائنا حبايب الحكيم في بيتك، واللي كل مره بنفاجئهم بموضوع جديد غالبا محدش قبلنا طرقه او ناقشه بشكل مستفيض، يخلي كل مريض واهله يحس اننا عايشين معاه وحاسين بكل الامه واوجاعه، ويهمنا يغلب مرضه ويهزمه ويرجع لحبايبه وشغله زي الفل باذن الله. هحكي لحضراتكم حكايه صغيره كانت بطلتها ممرضه زميلتنا، شاطره ومجتهده وبتحب شغلها. كل شيء كان طبيعي في حياتها، بيتها وشغلها ورعايتها لمرضاها اللي بتعتبرهم كل حياتها. صحيح كان في شويه تغيير لاحظته على جسمها، وكانت التغييرات حسنت حياتها، كانت بتشعر بحيويه خاصه على الرغم من انها بتشتغل ورديات ليل، ولما تروح تنام كانت تصحى بعد 3-4 ساعات بس بحيويه ومليانه طاقه لمواصله مهام اليوم التالي. كأنها نامت 8 أو 10 ساعات متواصلة وما حستش إن ده فيه أي مشكلة، على الرغم إنها حست بعض الأحيان برجفة خفيفة في إيديها، ويبدو كمان إنها كانت بتعرق أكتر من المعتاد. الأعراض دي ما ظهرتش ليها كشيء غريب يجب الاشتباه فيه، على العكس الوضع ده شكل لها ميزة إيجابية إنها بدأت تنزل في الوزن ونجحت في ده أكتر بكتير من كل الرجيمات الغذائية المختلفة اللي جربتها طول حياتها. فجأة حصل الانهيار في يوم الصبح، ما قدرتش تقوم من السرير، كل قواها راحت، ما كانتش حتى قادرة تلبس هدومها. لما راحت للدكتور كان التشخيص سهل، نبضها سريع، جسمها دافي، في ورم خفيف في وسط الرقبة والعينين طلعت بره شوية. جات التحاليل بسرعة تؤكد التشخيص، زيادة في إفراز الغدة الدرقية. كان هرمون الثيروكسين اللي بتفرزه الغدة عالي وهرمون التي اس اتش منخفض، عشان كده اي تغيير يحصل لنا حتى لو ظاهريا كويس بس ملوش تفسير منطقي لازم يلفت نظرنا ونحاول نعرف سببه ولا نستهين بالاعراض المفاجأة، لان دي انذارات ربنا بيبعتها هدية لينا عشان نحافظ بيها على صحتنا اللي هي نعمة ربنا علينا. الحقيقة الغدة الدرقية واحدة من اعضاء مهمة جدا في الجسم، بنسميها الغدد الصماء، وصماء ليه؟ لأنها بلا قناة تفرز من خلالها الهرمون اللي هي بتكونه، بتفرزه مباشرة في الدم، عكس مجموعة تانية منها البنكرياس بتصب إفرازاتها من خلال قناة أو أنبوبة للعضو المستفيد من الإفرازات دي. بإذن الله هنتناول في برنامجنا باقي الغدد دي لأهميتها، زي الغدة النخامية اللي موجودة في المخ والغدة الكظرية أو الفوق كلوية. النهاردة هنركز مع حضراتكم على زيادة نشاط الغدة الدرقية، ولازم بإذن الله في حلقة قادمة هيكون موضوعنا نقص الإفراز ده، وهو أيضا هام جدا. دقايق هكون مع ضيفتي العزيزة، انتظروني. أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها وفي كل الظروف والأحوال، باذلاً وسعي في استنقاذها من الهلاك والمرض والألم والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عورتهم وأكتم سرهم، وأن أكون على الدوام بمسائل رحمة الله، باذلاً رعايتي الطبية للقريب والبعيد وللمصلح والمخطئ والصديق والعدو، وأن أثابر على طلب العلم وأسخره لنفع الناس، وأن أوقر من علمني وأعلم من يصغرني، وأكون أخا لكل زميل في المهنة الطبية، وأن تكون حياتي مصداق إيماني في سري وعلانيتي بقيا مما يشينني أمام الله وأمام الناس، والله على ما أقول شهيد.